السلام عليكم وياكم هاشم اليوم عندنا تجربة للعبة بوبجي موبايل على جهاز الاوبو اي ثمانية نسخة الفور جي هذا الجهاز شباب علي معالج من ميديا تك والهيلو جي خمسة وثمانين وايضا احنا عندنا شاشة الجهاز هي ستة من نوع الاي بي اس ال سي دي على معدل تحديث هذه الشاشة فقط 60 وسنجي لبطارية الجهاز فهنا طبعا بطارية الجهاز هي خمسة الاف ملي امبير راح عملك شحن سريع بقوة ثلاثة واط وصرح لي ببجي موبايل وهذه عدادات ببجي موبايل مثل ما تشوفون الجهاز فقط على 40 فريم وهي تجربتي على هذا الجهاز ان شاء الله تستفادوا من ده يعجبكم خلوكم بالفيديو